قولي لي بقى ناوية على ايه؟ مفيش يا ماما. امال قلتي هتتصرفي ليه؟ عشان تمشي ونخلص من الحوار ده. يا نورة انا عامية بس مش هبلة. لا يا حبيبتي، انت بس اللي بتحبي تعملي من الحبة قبة مش اكتر. اقفي وكلميني عادل. في ايه يا ماما على الصبح؟ احنا مش هنخلص، يا اما تروح يا اما انتي. في ايه؟ ايه الزهيق ده؟ نامي يا اختي انت كمان وتخمني مش ناقصاكي. سيبك من اختك واتكلمي معايا عادل. انا امك. حاضر يا ماما، حقك عليا، انا اسفه. ممكن اخد بعضي بقى والبس عشان عندي كليه ومتاخره. لا مفيش كليه النهارده ومفيش خروج من البيت. يعني ايه مفيش كليه مفيش خروج؟ عيله صغيره انا، هتحبسوني تاني ولا ايه؟ عيله. تصرفاتك تصرفات عيله. كل ما اجي عادل حالك تميليه بايدك تاني. وماله حالي بقى يا ماما؟ ولا انا عشان لسه ماليش قرش ما بقتش عاجب؟ اخرسي اخرسي يا سفله يا قليله الادب. انا لو كنت خدت قرش من اخواتك صرفتها عليكم، ما خدتش حاجه ليه؟ عشان عاجزه. لكن لو سليمه مش هاخد قرش من حد فيكم. ما تلمي نفسك بقى يا نوره، والا والله العظيم انا اديلك توحه. شفتي بقت بتبجح فيا؟ ما تنسيش ان انا امك، وطول ما انا عايشه مش هخليك تميلي باختك تاني. اهو عاجبك كده؟ اهي قفلت الباب ورجعنا لشغل العيال تاني. بقول لك ايه يا حبيبتي؟ ما توفري كده الكلمتين بتوعك دولت لامك واختك، بلاش قنعره كدابه والنبي. ما بالراحة على نفسك شوية يا حبيبتي، ما تبقيش غلطانة وبتبجحي. بقول لك ايه يا قمر؟ اتلمي كده واتكلمي معايا عادل، واوعي تفتكري نفسك يا حبيبتي أحسن مني عشان معاكي قرشين. لا يا حبيبتي، أنا أحسن واحدة فيكم، على الأقل أنا ليسانس، إنما أنتِ إيه؟ حتة معهد وأختك دبلوم. مش بالشهادات يا حبيبتي، بالتصرفات، وأنتِ بسم الله ما شاء الله، تصرفاتك تصرفات عيلة في ابتدائي، لا عارفة بتقول إيه ولا بتعمل إيه. طبعًا، حقك. ما البليه لعبت صحيح، قراطين حظ ولا فدان شطار. لا انتي مفيش فايده من الكلام معاكي، انا نملي ساعه افيد. ادخم دي